السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي، اليوم حبيت اليوم هنا نتكلم كمسؤول أول عند أثاثيقة. حبيت نشكر عمال أثاثيقة هادو، ما كبيرهم ولا صغيرهم، هادو خدامين صدقوني بالله، غير يستهلوا كل خير. قاع الله يبارك ولاد فاميليا ومتربيين وبشهاداتكم على كل حال. اليوم حبيت أنا نشكرهم، حبيت نكرمهم والله يجازيهم ألف خير إن شاء الله وبارك الله فيهم. هادو راهم شوية وشوية، راهم مازال ما جاش، حبيت نجمعهم قاع اليوم ما قدرتش، قدر الله. وش نقول لكم، واحد بواحد بارك الله فيكم، ربي يجازيكم خير إن شاء الله، واللي راكم في الصورة الحسنة إن شاء الله بإذن الله. وهذا كله توفيق من عند الله عز وجل. سبحان الله، الحمد لله. إنسان يشكر الله أولا، فهمني، وانا نشكركم ونقول لكم بارك الله فيكم، وسمحوا لي لكش ما غلطت معكم، وانتم ولا قصرت لكم في حقكم، وانتم راكم واقفين معنا شينا. بارك الله فيك اخويا اسامه، كما نقولوا للتاليه. وان شاء الله انا باذن الله يوفقنا الله عز وجل باش اني نرد لكم هذا الجميل يفوت حقك باذن الله. هذا واش حبيت نقول لكم، حبيت نجمعكم اليوم على الكلمه هذه بمناسبه حبي يقول 100,000 حتى 100,000 لا مازال. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. هذه ما تعنيش، صدقني ما تعنيش 100,000 ولا قد ما تعني انك تكون في البيع تاعك وفي اسمك صادق. سبحان الله، من ناحيه الصدق ومن ناحيه لا الانسان ما يشكرش نفسه، خلي الناس تزكي، فهمني، ونخلي الناس تشكر. الحمد لله، معليش كما يقولوا النبي عليه الصلاه والسلام، يقول لك من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل. حنا الحمد لله خلوا الناس تقول لكم بلي بارك الله فيكم، ما كان تقول انايا حنايا وحنايا وحنايا، الحمد لله. كل تواضع الحمد لله الحمد لله الحمد لله، هذا من فضل ربي. الله الحمد لله. انا حبيت نقول لكم بلي بارك الله فيكم وربي يحفظكم، راكم تسهروا حتى لليل والحمد لله، وراكم ان شاء الله نخلفها لكم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله مكبركم لصغيركم وثاني العمال تاع المخزن اللي ما التحقوش بينا اليوم، حبينا حب عبد الرحمن، خونا عبد الرحمن يجمعهم اليوم. هو انا انسيست على هذا الفيديو، قال لي لازم تهدر، قال لي انت لازم تقول. وش حبيت نقول لكم، نقول لهم ثاني بارك الله فيهم وربي يحفظهم، وان شاء الله ان شاء الله الزبائن تاعنا ان شاء الله يسمحوا لنا لكش ما قصرنا معاهم في شي قليل، خاطر على بالي باذن الله الا قصرنا حنقصروا في شي قليل فوق طاقتنا. ممكن يتحملها الترونسبورتور، ممكن يتحملها بالصحه، اي حاجه اي حاجه اي حاجه راح تكون حنا راح نتحملوها، مادام توصل للاداره راح نتحملوها. كاين شي امور ما يوصلوناش يتخباو شويه من عندكم وبزاف من عندنا. هذا واش حبيت نقول لكم، وبارك الله فيكم اخويا عبد الرحمن. ونشكر المتابعين تاعنا على الوفاء تاعهم لينا، ربي يحفظهم وربي ان شاء الله ربي يدوم المحبه بيننا وبين المتابعين تاعنا. هذه هي الاخ اسامه عنده كلمه يقولها ربما، تفضل اخ اسامه. ونشكر يعني لي صابوني تاعنا جدد، وربي يحفظكم، وهذا الشيء من فضل الله عز وجل. واثر الثقه الى ما عرفتوهاش خاوتنا، احنا اثر الثقه، ونشكر يعني المسؤول الاول تاع اثر الثقه يعطيه الصحه وبارك الله فيه، اللي راه مخلينا لنا حتى شيء، يعني كما نقولوا احنا رانا واقفين ورا واقف والحمد لله يا ربي. محل اثر الثقه لي زابوني تاعنا جدد، اللي ما تعرفوش المحل، المحل موجود في ولايه بازا مدينه القليعه في حي كركوبه، بقرب تقول مخبر تحاليل الدم. تحاليل الدم يعني رانا لاصقين فيه خاوتنا. الحمد لله الحمد لله ورانا. تفضل. المكان ولا المكان معروف، الحمد لله. الانسان ماكش ما يعرفوش، فهمني. واش حبيت نقول لكم ثاني، حبيت نقول لكم باللي ان شاء الله ربي يوفقنا للخير اولا، ان شاء الله ان شاء الله نكونوا في الصوره الحسنه ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله ربي يوفقنا انه الثقه هذه اللي درتوها فينا ان شاء الله ما نخيبوهاش. خاطر انا الحمد لله انا ان شاء الله باذن الله رانا نتمشاو بالسر، والله والتوفيق من عند الله عز وجل. وشنو قبل ما قبل ما تخليك تكلم ابو اسامه، اسمح لي على كل حال نوجه الشكر لخويا عبد الرحمن اللي راه واقف على القناه هذه. ما نقولوش واقف مشكور. واقف الله يبارك ب10 رجلين، صح، واقف يعني من الصباح لربي يحفظه ويجازيه خير. خويا الاحسن
خويا وحيد جزاهم الله خير ان شاء الله، وربي يحفظهم وربي يبارك لهم ان شاء الله، وان شاء الله نردوا لهم الجميل هذا ان شاء الله. وهذا الشيء كاع اللي رانا نديروه ان شاء الله باه نرضيو الله عز وجل الاولى، باه الله عز وجل يرضى علينا ونرضيكم انتم كما نقولوا احنا كمتابعين وكمتابعين الصفحه. والحمد لله على كل حال، بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك. تفضل اخ اسامه. خالتي، وباش ما ننساوش احنا على 9 تاع الليل توجو راكم تشاهدوا اللايف تاعنا، وان شاء الله يكون يعني ما توش تاثر في يكون عجبكم كما يعجبنا احنا خالتنا، وهذا من فضل الله عز وجل خالتي. وكما يقول لك يعني ما تنساوش المسابقه خالتنا، المسابقه هذه شاركوا فيها، شغل ماكم رايحين تخسروا والو خالتنا، واثر الثقه يعني راح توضح لكم كل شيء، وراهي راح تحضر لكم كل شيء خالتنا. وكما يقول لك يعني ما تنساوش لي جام ولي كومونتير ولي زابوني بيان سور خالتنا. بيان سور نذكروا خالتنا، اسمح لي الاخ اسامه نذكرهم بانه في كل لايف رانا نديروا تخفيضات للمتابعين، يعني على المباشر نديروا نقرروا انه نديروا تخفيض، والمتصل الاول راح يستلم التخفيضات. كما اليوم راهو باذن الله كاين بروموسيون خاوتنا، شاهدوا اللايف يعني برومو راه يكون توجور في اللايف، وحنا رانا لهنايا غير باش شغل كما يقول لك غير باش نخدموكم خاوتنا. ونوجه كلمه الاخ سيد احمد. تفضل الاخ سيد احمد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انا واش نقول لكم في هذه الثقه هذه، الله يبارك. انا اثر ثقه ما شاء الله. ونزيد نوضح للمتابعين تاعنا باللي رانا في خدمتكم، وهذا بفضل الله عز وجل، والحمد لله ومرحبا بكم في اي وقت. ونشكركم خاوتنا، ورانا هنا يعني عمال اثر الثقه، يعني رانا عائله وحده خاوتنا، وحنا كيما راكم تشوفوا فينا لنا خاوتنا، يعني نتلاقى مع زملاء اكثر من اللي نتلاقى مع العائله تاعي خاوتنا، ورانا لنا يعني قايد وحده وليد في اليد، وكما يقول لك يعني شغل بارك الله فيكم ويعطيكم الصحه على المجهود تاعكم. نقدم كلمتي للاخ سليم. السلام عليكم خاوتنا، ان شاء الله تكونوا كاع بخير. كيما عودتكم اثر الثقه دائما جيب لكم غير جديد، المسابقات كذا، شاركوا معنا ما تنساوش، يعني كل واحد يجرب حظه، بالك تكون انت من ضمن الفائزين اللي راح يفوز معنا في هذه المسابقه. ما تنساوش تبارطاجيو يعني وتابوني في القناه تاعنا وتفعلوا جرس التنبيه، وان شاء الله تكونوا ضمن الفائزين معنا في المسابقه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.